السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرسل من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع صحيفة أخبار الخليج، ونقرأ أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، قدم خالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الشهيد الرائد عبد الله راشد النعيمي الذي استشهد أثناء قيامه بواجب الوطني السامي أثر تعرضه لعمل إرهابي مع 3 من منتسبي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء أدائهم مهام تدريبية مع القوات المسلحة الإماراتية في جمهورية الصومال، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. ومن صحيفة الوطن نطالع أن سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة، وسمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة تقدموا لتأدية صلاة الجنازة على الشهيد الرائد عبد الله راشد النعيمي من رجال قوة دفاع البحرين البواسل، وذلك بمقبرة الحنينية يوم أمس، كما قدموا خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، داعين الله تعالى للشهداء بواسع الرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للجرحى الأشقاء والمصابين من القوات المسلحة الإماراتية. في حرب في أداء وفي مسجد ما حد يقضي الله أمرك النصر أو الشهادة في سبيل الله والوطن عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب الصحفي أسامة الماجد متابع. ينضم الشهيد البطل الرائد عبد الله راشد النعيمي من قوة دفاع البحرين الذي استشهد إثر تعرضه لعمل إرهابي مع 3 من منتسبي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء أدائهم مهام تدريبية مع القوات المسلحة الإماراتية في جمهورية الصومال مع إخوانه شهداء الواجب المقدس الذين قدموا أرواحهم حماية لشرف الأمة العربية والإسلامية وتحمل المسؤولية في تأدية المهمات، حيث أظهر جيشنا الباسل كامل الشجاعة والاقتدار في تأدية الواجبات الموكلة إليه في مختلف الميادين ومساهمته الكبيرة في الوقوف مع الأشقاء في كل موقع لتحقيق الأمن والاستقرار. إن قوة دفاع البحرين تقدم رجالها الأبطال في الخطوط الأمامية متحفزين قولاً وفعلاً وبكل بسالة لأي مهمة في سبيل نصرة الحق وحماية الوطن وسلامة أراضيه وكفالة الأمن والطمأنينة. إن عظمة الجندي البحريني وبسالته التي يتمتع بها وانضباطه واستعداده الدائم لبذل التضحيات أصبح مصدر فخر لهذا الوطن العزيز الذي يسير بقوة وعزم لنصرة الأشقاء والتمسك بالهدف الأسمى
وهو النصر أو الشهادة في سبيل الله والوطن، فهؤلاء الأبطال الشهداء ستبقى أسماءهم كما آثرة ساطعة في ذاكرة ووجدان الأمة العربية. نطالع من صحيفة البلاد أن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد على أهمية مواصلة العمل على تبني الإصلاحات والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة وضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بما يعود بالخير والنماء لصالح الدول العربية. وأشار معالي خلال ترأسه الجلسة الحوارية الثانية من المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في مدينة دبي إلى الدور الهام الذي يشكله المنتدى باعتباره منصة هامة وفرصة قيمة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية. ومن صحيفة البلاد نقرأ أن في إطار مشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية والقمة العالمية للحكومات المنعقدان في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقع معاليه اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، مؤكدا معالي أن العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات أخوية تاريخية أضحت نموذجا متميزا للتكامل والعمل المشترك في مختلف المجالات. ومن صحيفة الوطن نقرأ أن سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أصدرت قراراً بتولي هيئة البحرين للسياحة والمعارض الترخيص للفنادق والشقق الفندقية وتصنيفها وفقاً لأحكام الدليل المرافق لها لهذا القرار. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة الأيام نقرأ أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أكد خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال العمانيين على عمق العلاقات التاريخية والتجارية التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، والتي ستشهد آفاقا جديدة من التعاون في المرحلة المقبلة على الأصعدة كافة وصولا إلى مرحلة التكامل الاقتصادي لتلبية طموحات وأمال الشعبين الشقيقين.
بيّنت صحيفة الوطن أن مؤسسة المبرة الخليفية أعلنت عن فتح باب التسجيل لكل من برنامج رايات للمنح الدراسية ومنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله ومنح سمو الشيخة موزة بنت حمد للطب البشري ومنح أخرى للعام الدراسي 2024-2025 في عدد من الجامعات الخاصة، وذلك حتى 14 فبراير 2024. ودعت المؤسسة جميع الراغبين في التقديم لبرنامج رايات للمنح الدراسية لملء استمارة التقديم عبر الموقع الإلكتروني، حيث ستتم عملية اختيار الطلبة بعد اجتياز المتقدمين لعدد من المراحل سيتم تحديدها بناء على التحصيل الأكاديمي واجتياز الأنشطة والمقابلة الشخصية. ومن صحيفة الأيام نقرأ أن عدداً من إدارات وزارة الداخلية حققت إنجازاً بحصولها على التصنيف الذهبي ضمن الدورة الرابعة من برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 4، وقد تسلمت 8 مراكز الخدمة الحاصلة على التصنيف الذهبي بوزارة الداخلية الدرع الذهبي. ومن الصفحة الرياضية لصحيفة البلاد نقرأ أن المباريات التمهيدية لبطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس بدأت أمس وسط أجواء تنافسية، وأسفرت نتائج مباريات الأدوار التمهيدية للبطولة عن تأهل 6 لاعبين للأدوار الرئيسية، حيث ستستكمل الأدوار التمهيدية اليوم الأثنين وسط حضور جماهيري وتفاعل مع المنافسات في البطولة. وفي الشأن الرياضي نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن فريقا عالي والرفع رفع حصيلة مملكة البحرين في دورة الألعاب السابعة لرياضة المرأة التي تستضيفها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن أحرز نادي عالي لكرة الطاولة ميدالية ذهبية في منافسات الزوجي وميدالية برونزية في الفردي، كما نجح فريق الرفاع للقوس والسهم في الفوز بذهبية الفردي وبرونزية الفرق. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.